الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأكثرهم حياء عثمان وأفضاهم علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ربنا أغثنا اللهم ربنا أغثنا أغثنا يا غياث المستغيثين اللهم أنزلنا علينا ماء مباركا اللهم أنزلنا علينا مطرا مباركا اللهم اسقنا غيثا مغيثا
مريئا مريا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل آمين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم ربنا اجعلنا منهم. واقبل من قبل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. ربنا لا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله اتقوا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.